نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس السيسي بشأن إنشاء مؤسسة جامعية باسم الجامعات الكندية في مصر لاستضافة فرع لجامعة جزيرة الأمير إدوارد داخل جمهورية مصر العربية. قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بنشر فيديو حول تشغيل المنظومة الجديدة للمراقبة بالكاميرات لمحطة الجيزة للسكك الحديدية، والتي ستساهم في متابعة حركة الركاب وتأمين المنشآت ومتابعة كافة الإجراءات الخاصة بسلامة الركاب وحركة السياحة بالمحطة، حيث تم تركيب 134 كاميرا بالمحطة تبلغ تكلفتها 13.3 مليون جنيه لتغطية المحطة من الداخل والخارج، وتتيح للفنيين التدخل السريع لمواجهة أي أعطال ومراقبة الخدمة وأداء العاملين بالمحطة. المزيد في سياق التقرير التالي. مصر بتتغير، رؤية وطن وعزيمة شعب. تم التنسيق الكامل، وفي خلال 4 أشهر تم تكليف شركة تكنولوجيا معلومات النقل ترانس اي تي بتنفيذ خطة الهيئة في تأمين محطتها الرئيسية والسياحية ممثلة في محطة الجيزة اللي احنا بصددها حاليا. دي للتوضيح مرسوم على رسمة الأوتوكاد جميع أماكن توزيع الكاميرات وتثبيتها. فممكن للمراقب الكاميرات لو وقفنا زومنج على الكاميرا دي ممكن يجيب لنا الحدث فيها في وقتها. احنا عندنا عدد الكاميرات 124 ثابت و10 كاميرات متحرك. الكاميرات الثابته متثبته في الاماكن الثابته اللي هي الاماكن الطوليه. الاماكن اللي هي العرضيه فيها ال10 كاميرات. الاماكن العرضيه اللي هي بتجيب شارع الهرم شمال ويمين وشارع المحطه وميدان السكه الحديد والباركنج اللي بره عند جهاز المطافي بتاعنا، عند شبابيك التذاكر، عند المزلقان. دي الحاجات المتحركه اللي عشان تغطي المكان، الناس اللي رايحه والناس اللي جايه. الصراحه اللي احنا مبسوطين جدا بوجود الكاميرات، لان دلوقتي احنا عدنا شايفين الرصيفين مشاهده كامله، وبتابعها انا في المكتب عندي ومتابع كل حركات الركاب اللي موجوده بالنسبه للرصيفين، او كان حتى في النفق جوه او بره. الكاميرات مقسمين على الشاشات على الرصيف، يعني كل رصيف ليه الكاميرات بتاعته على شاشة واحدة، فأقدر أتابع أي شخص بيبقى موجود على الرصيف لغاية ما يخرج من الرصيف ده، وبعد كده أقدر أتابعه لو راح على أي رصيف تاني، لو خرج من المحطة أقدر أتابعه لغاية ما يخرج من المحطة. فكل ده باين في الكاميرات، وكل شاشة مخصصة لرصيف معين. تأمين أنا داخل الغرفة 24 ساعة مكون من 3 ورادي عن طريق المراقبين، وفي امناء شرطه متواجدين معاهم هنا باجهزه لاسلكي، بحيث ان لو في اي حاجه حصلت على شاشات يبقى الابلاغ فورا. طبعا لو في اي حد مشتبه بيه او اي حاجه حصلت او حد اشتبه بيه من الساده المراقبين بيبتدوا يتابعوا او خط سيره داخل ازاي داخل المحطه، وبيبلغوا امناء الشرطه اللي بالتالي بيبلغوا المامور او بيبلغوا امين الشرطه المتواجد سواء على الرصيف او على المحيط الخارجي للمحطه. أهم شيء إن في كاميرات موجودة تحفظني وتحفظ أولادي وتحفظ الأطفال وتحفظ أي حاجة، تحفظ المنشأ قبل ما تحفظ أي حاجة، والمنشأ نفسه طالما متأمن أنا نفسي متأمن. طالما في كاميرا أي حرامي أو أي حد معاه أي حاجة هيخاف يخش المحطة، لو حاجة وقعت منها لها بعد فترة، بعد يوم، بعد شهر، بعد سنة. أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية بأشد العبارات محاولة الانقلاب في دولة الجابون الصديقة، إذ تؤكد مصر على وقوفها إلى جانب السلطة الشرعية في البلاد اتساقا مع المبادئ الحاكمة للاتحاد الإفريقي، وتدعو إلى احترام الدستور والقانون.
شنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية حملات مكبرة لإزالة التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة. المزيد في سياق التقرير التالي. تنطلق الحملات الأمنية التي تشنها مديريات الأمن يوميا لتأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وذلك اتساقا مع استراتيجية الدولة التي تهدف للتصدي الحاسم للتشكيلات العصابية التي تستولي على الأراضي دون وجه حق، وتنفيذا للقرارات الصادرة بإزالة التعديات على هذه الأراضي وعلى الرقعة الزراعية لمواجهة عمليات التبوير لها حفاظا عليها. لوادر إنفاذ القانون التابعة للجهات الإدارية تقوم بعمليات هدم المخالفات من أسوار ومباني وسط عمليات التأمين التي توفرها الأجهزة الأمنية لهم، وتنجح في استرداد هذه الأراضي حفاظا على حق الدولة. وسوف تتواصل هذه الحملات فرضا لهيبة الدولة وإنفاذا للقانون. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس بارد على شمال البلاد حتى القاهرة، مائل للبرودة على شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا. كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية غربية تنشط على شمال البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية ويزيد من الإحساس ببرودة الطقس واضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه على وسائل الإعلام الكاذبة على حد قوله، وقال في تغريدات له على تويتر إن وسائل الإعلام الإخبارية المزيفة في بلدنا هي حزب المعارضة الحقيقية وهي العدو الفعلي للشعب، وعلينا أن نعيد المصداقية للصحافة والتقارير الإخبارية مرة أخرى.